بريطانيا تفرض عقوبات على 5 بنوك روسية، وبوتين يقول أنه لا يسعى لإعادة الإمبراطورية الروسية. المندوب الروسي بفيينا يقول إن إحياء الاتفاق النووي على وشك خط النهاية، والمنسق الأوروبي يقول إن النتيجة لا تزال غير مؤكدة. بعد الانقسام بين مجموعتي لندن واسطنبول، قيادة إخوانية تنعي الجماعة وتقول أنها ماتت ودفنت بلا جنازة. في خاص الحدث نكشف محطة مهمة في العلاقة بين إيران والقاعدة، من استقبال قادة التنظيم وتفاصيل حول مخيم هيرات على الحدود الإيرانية. إخبارية مفصلة عبر شاشة الحدث، أهلا بكم. أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أنه قرر تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 مع روسيا، ردا على اعتراف موسكو بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، فيما حذر من عقوبات إضافية محتملة. أفاد شولتس أنه طلب من الهيئة الألمانية التنظيم المسؤولة عن المشروع تعليق عملية مراجعته، وقال أن هذه المسألة تبدو تقنية لكنها خطوة إدارية ضرورية تمنع أي مصادقة على خط الأنابيب. أضاف أيضا من دون هذه المصادقة لا يمكن بدء تشغيل نورد ستريم 2. أضاف المستشار الألماني أن هناك عقوبات أخرى يمكن أن تعدها ألمانيا في حال اتخذت إجراءات إضافية. أعددنا ما نناقشه الآن من إجراءات حاسمة سنتخذها، خاصة تلك التي تتعلق بالاعتراف باستقلال الجمهوريتين. هذا الأمر غير مقبول، وهناك عقوبات أخرى يمكن فرضها إن اتخذت روسيا خطوات أخرى. أكد أيضا مسؤول السياسة الخارجية والأمن الأوروبي جوزيب بوريل أنه سيتم تحديد الرد السياسي الأوروبي واعتماد حزمة من العقوبات الأولية ضد روسيا. دعوت وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي إلى عقد اجتماع تشاوري عاجل من أجل تحديد الرد السياسي الأوروبي ضد روسيا، حيث سيتمثل في عقوبات يحدد الوزراء حجمها استنادا إلى الاقتراحات التي أعرضها عليهم. نعمل على إعداد حزمة العقوبات الأولى، وسيكون الرد عاجلا وسريعا. إلى ذلك أعلن أيضا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بلاده بدأت في فرض العقوبات على الأفراد والكيانات المهمة بالنسبة للكرملين في روسيا. Now the UK and our allies will begin to impose the sanctions on Russia that we have already prepared, using the new and unprecedented powers granted by this House to sanction Russian individuals and entities of strategic importance to the Kremlin. أكد أيضا رئيس الوزراء البريطاني أن خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس بشأن أوكرانيا هو الخطوة الأولى في هجوم كامل على أوكرانيا. Should be in no doubt that the deployment of these forces in sovereign Ukrainian territory amounts to a renewed invasion of that country. And by denying Ukraine's legitimacy as a state and presenting its very existence as a mortal threat to Russia, Putin is establishing the pretext for a full-scale offensive. I think honourable members will struggle to understand how in the, or to contemplate how in the year 2022, a national leader might calmly and deliberately plot the destruction of a peaceful neighbour. كشفت أيضا مصادر الحدث عن انتشار وحدات من الجيش الروسي عند حدود مناطق الانفصاليين في 4 نقاط أساسية، هي أديفيكا وبيسكي وشوركان وأمريكان، وتعد هذه المناطق هي أكثر النقاط سخونة حيث تشهد اشتباكات مستمرة بين الانفصاليين والجيش الأوكراني. كما سيستلم الجيش الروسي كل مراكز العبور بين أراضي الانفصاليين وأوكرانيا. إلى ذلك قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن موسكو تدعو دولا أخرى لاتباع خطواتها في الاعتراف
بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، مضيفة أن اعتراف موسكو بالمتمردين ليس بالأمر السهل لكنها الخطوة الوحيدة الممكنة بحسب بيان الخارجية. من العاصمة الأوكرانية كييف ينضم إلينا مراسل الحدث الزميل حذيفة عادل. أهلا ومرحبا بك حذيفة. حذيفة، وهنا الجديد لمتابعات وتطورات الوضع في روسيا خاصة ما بعد إعلان الاستقلال، يبدو أن المشهد يذهب باتجاه آخر، لديك التفاصيل تفضل. طبعا أهلا بك. في الحقيقة طبعا الخارجية الأوكرانية استدعت القائم بالأعمال الروسي هنا في كييف معبرة عن رفضها لهذه الخطوات التي قام بها الاتحاد الروسي في الاعتراف بجمهوريتين لوغانسك ودونيسك الشعبيتين واللتين هما في الأساس يعني الأرض أرضا تتبع للدولة الأوكرانية، وعبروا عن رفضهم عن أن هذا انتهاك لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها. أيضا في المقابل نظم بعض النشطاء مظاهرات أمام السفارة الروسية هنا في كييف معبرين أيضا عن رفضهم ورفعوا كثير من الشعارات أبرزها أن كريم تسي أوكرانيا، يعني الكريم هو أوكرانيا ودونيسك هي أوكرانيا ولوغانسك هي أوكرانيا والدونباس هو أوكرانيا، ويعني رفعوا بعض الشعارات ضد الرئيس فلاديمير بوتين الرئيس الروسي بشكل عام من قبل رئاسة الجمهورية من قبل مكتب الرئيس فلاديمير زيلينسكي. أيضا تحدث الرئيس وقال أنه في مشاورات قادة العالم من أجل يعني التشاور حول ما يجب أن تقوم به هم والشركاء فيما يخص العقوبات طبعا، وتحدث عن أنه يجب أن تشمل العقوبات نورد ستريم 2. ولكن طبعا بالمقابل أيضا تابعنا هنا على مواقع التواصل وتابعنا على الإعلام المحلي بعض ردود الفعل حول قضية نورد ستريم والتي أعلن عنها المستشار الألماني أن هنالك تعليق لهذا لتصديق بخصوص مشروع نورد ستريم، وقالوا أن هذا المشروع هو أصلا في الأساس معلق وأن هذه محاولة الرماد في العيون وأن هذه الخطوة ليست بالخطوة القوية التي انتظروها من قبل ألمانيا الاتحادية بشكل عام. طبعا أيضا صرح الرئيس أنه تواصل مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأنهم تشاوروا حول القضية وحول الأزمة. هنالك طبعا رفض واسع من قبل النشطاء ومن قبل الإعلاميين ونجوم المجتمع الأوكراني، رفض واسع لهذه الخطوة. هنالك دعوات لمسيرات أخرى في مدن مختلفة هنا في أوكرانيا رفضا لهذا الأمر. أيضا الجيش وزير الدفاع الأوكراني خاطب الجنود الأوكرانيين وخاطب جميع الوحدات، يعني وصف جميع الوحدات كل على حدة، وبعد أن أثنى عليهم وبعد أن شكرهم على يعني العطاء الذي يقدمونه من أجل الوطن ومن أجل أوكرانيا، وقال أن هذا طموح بوتين لاستعادة تاريخ أو مجد الاتحاد السوفيتي سيصطدم بدرع الجيش. هذا هو الطموح الأساسي وهذا هو السيناريو الأساسي، ولكن سيصطدم بالجيش الأوكراني الذي سيكون درعا ليس فقط لأوكرانيا وإنما لأوكرانيا وللأمن الأوروبي. نعم حذيفة، إذا ما تحدثنا عن يعني أنت أشرت إلى ردود الفعل الداخلية بالنسبة لوقع هذه العقوبات، هل رشحت أي ردود فعل أخرى كتصريحات رسمية أو ما شابه؟ نعم طبعا صرح وزير الخارجية الأوكراني وقال أن هذه خطوة قوية وصفها بالقوية هو تعليق العمل على مشروع نورد ستريم 2. حتى هذه اللحظة لم تكن هناك تعليقات سوى تعليق وزير الخارجية الأوكراني وهو الناطق باسم الحكومة الأوكرانية. أشكرك جزيلا على كل هذه التفاصيل وسنكون في متابعة مستمرة لحظة بلحظة من العاصمة الأوكرانية كييف، مراسل الحدث حذيفة عادل، شكرا جزيلا لك.
أما في ملف مفاوضات فيينا فقد قال مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أولانوف عبر تويتر أن المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي مع إيران في العاصمة النمساوية تبدو على وشك عبور خط النهاية. أشار أولانوف عبر حسابه في تويتر إلى أنه التقى منسق الاتحاد الأوروبي للمفاوضات النووية ريكي مورا، حيث تبادلا وجهات النظر بشأن الوضع الراهن. قال أيضا منسق الاتحاد الأوروبي لمفاوضات فيينا ريكي مورا إن المحادثات النووية مع إيران تقترب من لحظة النهاية بعد استمرارها لحوالي 10 أشهر ضمن الجولة 8 لرفع العقوبات عن إيران، لكن النتائج ما زالت غير مؤكدة. وصفت 11 جماعة إيرانية معارضة في رسالة إلى زعماء ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وصفت المحادثات مع إيران بشأن البرنامج النووي بأنها سياسة فاشلة وكارثية، ودعت القوى الغربية إلى التخلي عما قالوا عنه بأنه استرضاء للنظام الإيراني. دعت الرسالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدعم جهود الشعب الإيراني للإطاحة بالنظام بهدف منعه من امتلاك سلاح نووي. أكد الموقعون على الرسالة أن السياسة الأوروبية تجاه النظام الإيراني زادت من شروره وطموحاته النووية والعسكرية، وجعلته أكثر غطرسة في قمع الشعب الإيراني على حد تعبيرهم. من لندن ينضم إلينا الدكتور نبيل الحيدري الكاتب المختص في الشأن الإيراني. أهلا ومرحبا بك معنا في هذه الساعة المفصلة دكتور نبيل. دكتور نبيل، يعني تضارب هذه التصريحات بين أن هذه المفاوضات ستنتهي إلى اتفاق نعود إلى العام 2015 مع مجرد تغييرات طفيفة، والمنسق الأوروبي والمندوب الروسي يتحدثون بأمور أخرى أنه إحياء هذا الاتفاق أصبح قاب قوسين أو أدنى إن صح التعبير، على أي أساس سيخرج هذا الاتفاق إلى الضوء وإلى النور وهناك مغالطات حتى من الداخل الإيراني؟ تحية لك سيدتي أسماء وقناة الحدث والمشاهدين الكرام. طبعا نحن الآن اقتربنا من لحظة الحسم. اليوم صحيفة المرشد وصحف الحرس الثوري والتيار المتشدد تحتفل بأنها انتصرت وحققت انتصارات في فرض إراداتها على الإدارة الأمريكية، ورأينا أنه حقيقة روبرت مالي الآن هنالك خطة واحدة موضوعة من أكثر من 20 صفحة بين الأطراف المتعددة، والمنسق لها والكاتب لها هو العقل المدبر لاتفاق 2015 روبرت مالي. لذلك أنه نجد أنه نصف فريق روبرت مالي ونائبه الأول ريتشارد قد انسحبوا بسبب اعتقادهم أنها فيها تنازلات كثيرة، وأيضا المعارضة داعش معارضة في الخارج تعتبرها كارثية، ونحن نعتبر أن هذا الاتفاق أسوأ من اتفاق 2015. اتفاق 2015 كان فيه إشارات واضحة على حفظ السلم والأمن في المنطقة، وإيران طبعا تعهدت به ولم تلتزم عمليا يعني. فهذا الاتفاق حقيقة كارثي بكل معنى الكلمة. إيران موافق عليه، جانب من الإدارة الأمريكية اللي هو الرئيس وروبرت مالي وبلينكون وزير الخارجية ماشيين في هذا الطريق رغم معارضة وزير الدفاع الأمريكي وقائد القوات العسكرية، والأوروبيين يرون مصلحة في هذا الاتفاق. ورأينا تصريحات الرئيس الفرنسي لأنها بعد اتفاق 2015 حصلت كبريات الشركات على العقود، ومن هنا كلام ويبدو أن المصلحة الاقتصادية هي الغالبة، ارتباطات الاتحاد الأوروبي بارتباط اقتصادي قوي بإيران يبدو أنه هو السيد الموقف الآن. بالضبط، مليارات سوف تتدفق، تعلمين أنه بعد 2015 150 مليار جاءت إلى إيران، أوروبا كان لها الحظ والأسد حقيقة، فلذلك هم يتسابقون بعد كورونا وبعد الوضع الاقتصادي الذي حصل في أوروبا، فهذه المليارات أنه تتدفق إلى الاقتصاد الأوروبي هي العصب الأساسي في قبول الاتفاق. طيب، لو أخذت الأمور بشكل آخر دكتور نبيل، وعذرني على المقاطعة لكن واسترسال الحديث، قضية أنه لا مانع من وجود علاقات اقتصادية ولا مانع من انعكاسات تعود على المواطن بالنفع، لكن هل يسمح
هذه القوة أن تزعج الشرق الأوسط بصواريخها والباليستي والمسيرات، وهنا الحديث على أنه حتى لم يذكر ما هو رأي الشرق الأوسط في إتمام هذا الاتفاق أو لا. في الواقع هذا ما قالته إسرائيل صراحة، أنه ذهب وفد منها إلى فيينا ووجع بخفي حنين كما كتبوا، قالوا أردنا أن نحجم الصواريخ والتدخلات والميليشيات في المنطقة. وأيضا هنالك الوفد الخليجي الذي التقى بالوفد الأوروبي، في الواقع الآن مع الأسف أنه نحن نحتاج إلى ضغوط أكبر. أنا أعتقد الآن هي اللحظة الحاسمة التي بإمكان الاقتصاد السعودي والخليجي أن يضغط على الإدارة الأمريكية في أنه يفرض شروط، وألا أنهم ماضون إلى عدم درج الميليشيات والنفوذ الإيراني في المنطقة في الاتفاق، وهذا سيجعله أسوأ من اتفاق 2015، لأن إيران تعتقد الآن هي فرصتها الذهبية. لماذا؟ لأنه بعد بايدن ربما يأتي الجمهوريين وأمثال ترامب، وبايدن الآن في أضعف مراحله بعد الآن قضية روسيا وأوكرانيا وما حصل، وقضية الصين ونفوذها وتايوان، وهو خرج من أفغانستان ويريد أن يخرج من المنطقة، فترى الآن الأنسب لها وقتا، خصوصا هذا التيار المتشدد الذي يعاني الضغط من الداخل وخروج المظاهرات من المعلمين ومن النفط ومن العمال لإسقاط النظام، وهنالك معارضة كبيرة في الداخل بعد حصول رئيسي على هذا رئيس القضاء على تجميد كل المعارضات وهذا العنف الموجود. لذلك أنه هم يريدون انفراج اقتصادي في الداخل، اللي الآن العمال كلهم وضعهم اقتصادي منهار، شوف العملة وشوف الوضع الاقتصادي الإيراني، فيحلوها من خلال ولو اتفاق مؤقت لمدة سنتين في إدارة بايدن، فرصة إيران الذهبية. نعم، شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات من لندن. كنت معنا الدكتور نبيل الحيدري الكاتب المختص في الشأن الإيراني، شكرا جزيلا لك. شكرا. ما زالت هذه الساعة مستمرة أيضا وفيها بعض الفاصل. عبد الحميد الدبيبة يعلن تمسكه بمنصبه وعدم تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة. صارت عبئاً وصارت غير قادرة الآن على أداء عملها. ما يقوم به دبيبة هو شق الصف الليبي. ما المنتظر الآن في احتواء المشهد الليبي؟ الكل يتمترس أنه يستند إلى الدستور، عن أي دستور نتحدث؟ الجميع هنا يعول على أن لا تقوم حرب. الظروف غير مهيئة الآن لإجراء الانتخابات. عبد الحميد دبيبة على ماذا يعتمد بهذا التعنت في التمسك في المنصب؟ هذين الرجلين هما فعلا يسعى كل منهما للوصول إلى السلطة. هذه المواقف إلى أي درجة ستؤثر على قدرة فتحي باشاغا على تقديم تشكيلة حكومية؟ هل تنتهي الأمور إلى يمكن مواجهات أو صدامات مسلحة ما بين الرجلين؟ يعني كل الليبيين يجب أن ينخرطوا في هذا المشروع التصالحي. هل باتت العاصمة اليوم مقسومة إلى سلطتين؟ ما الذي يجري هناك؟
أهلا بكم من جديد. في خاص الحدث نكشف محطة مهمة في العلاقة بين إيران والقاعدة، والتي تبدأ باستقبال قادة التنظيم وإنشاء منازل آمنة لهم في طهران، ومشهد لتسهيل انتقالهم من وإلى مخيم هيرات على الحدود الإيرانية. ضابط منشق عن الحرس الثوري يكشف للحدث تفاصيل العلاقة بين أبو مصعب الزرقاوي والحرس الثوري كما سيف العدل، والذي كان يعيش في إيران. مصادر الحدث تؤكد أن مخيم هيرات كان بإشراف وغطاء من الحرس الثوري، وكان هو نقطة التقاء لعناصر القاعدة للانتقال من أفغانستان إلى العالم عبر إيران. كل هذه المعلومات الموثقة بالأدلة كانت هي محور الجزء الثاني من وثائقي العربية والحدث، وجوه القاعدة في إيران. نتابع تفاصيل في هذا العرض للزميلة هاجر كنيعو. القاعدة بات لديها اليوم موطن جديد، إنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية. تصريح جاء على لسان وزير الخارجية الأمريكي السابق بومبيو العام الماضي، لكن التصريح غفل عن القول بأن من أسس ومول ودرب واحتضن القاعدة هو نظام الخميني عقب الثورة الإيرانية، وذلك باعتراف ضابط سابق بالحرس الثوري الإيراني. فعلت إيران ما تريد فعله، احتوت الحركة الإرهابية المتطرفة على خطى القول المأثور الخميني، يجوز من أجل الحفاظ على النظام ترك الصلاة. ما اگر دقت بکنیم قبل از انقلاب ما گروه های تروریستی توی منطقه نداشتیم و زمان محمد رضا شاه پهلوی فقید ایشون در اون زمان ما هیچ گروه تروریستی نداشتیم. اتحاد بسیار خوبی بین تمام کشورهای اون منطقه بود، به خصوص عرب ها و ایرانی ها، که برمیگشت به 1400 سال رابطه فرهنگی که بسیار عمیق بود. تمام این جریانات از بعد به وجود آمدن رژیم منحوس جمهوری اسلامی اتفاق افتاد. هدف ایران واضح، التوسع في المنطقه والتمدد، لا سيما في الدوله الجاره، لا سيما عقب انتهاء الحرب الايرانيه العراقيه في الثمانينات. فلم يكن لديها سوى خيار واحد، وهو توسيع نفوذ الميليشيات الشيعيه وتقويه الحركات المتطرفه ومنها القاعده. فكان القيادي أبو مصعب الزرقاوي نقطة عبور الحرس الثوري إلى قلب العراق. أبو مصعب الزرقاوي كان قيادياً من المستوى الرفيع، مع تأسيسه عدة تنظيمات إرهابية مرتبطة بالقاعدة، منها تنظيم بيعة الإمام، جماعة التوحيد والجهاد، وجند الشام، وأنصار الإسلام، بمباركة زعيم القاعدة أنذاك أسامة بن لادن في اجتماعاته المتكررة مع الزرقاوي في كابل وقندهار عام 2000. لم يقتصر نشاط الزرقاوي على هذه اللقاءات، بل ما شكل نقلة نوعية في آلية العمل تمثل بلقاءاته مع زعيم القاعدة المرتقب سيف العدل، الذي كان قد أصبح في إيران حينها. وها هو مخيم هيرات كما نرى على الشاشة، كان يحتضن اجتماعات الزرقاوي مع سيف العدل، شكل نقطة العبور لمقاتلي القاعدة من أفغانستان إلى الخارج عبر إيران. تخطيط كان بداية لعلاقة قوية مع الحرس الثوري الإيراني عقب تأسيسه بيوتا لمقاتلي القاعدة في طهران ومشهد لتسهيل تحركاتهم إلى مخيم الزرقاوي. في حدود عام 2002 كانت توالت أخبار وأنباء لمراكز الاستخبارات الأمريكية حول وجود الزرقاوي في إيران، وبالفعل وضعت خطة لتنفيذ غارة سرية في داخل إيران عبر إنزال بحري. لكن ريتشارد مايرز رئيس هيئة الأركان المشتركة تم يعني تأجيل وعدم يعني الرجوع عن تنفيذ هذه العملية.
لم يكن الزرقاوي سوى أداة بيد الحرس الثوري الإيراني لتنفيذ أجنداتها السياسية في الأردن وسوريا وتحديدا في العراق لشن هجمات إرهابية، وفق ما أكده منسق مكافحة الإرهاب في الخارجية الأمريكية سابقا. Iran and its proxies have taken countless strikes on American diplomats and American soldiers. Just look at Iraq as one example. Iran has been providing its militia proxies in Iraq with advanced weaponry, drones, missiles, and other sorts of munitions that these groups use to target American soldiers and American diplomats with depressing regularity. في أغسطس من عام 2003 استقر الزرقاوي في العراق بعد أن سهلت إيران دخوله لتبدأ موجة من الإرهاب والتفجيرات. موجة الإرهاب هذه كانت المبررة الرئيسية لإيران عبر إنشاء ميليشيات عراقية تزعم الدفاع عن الشيعة. برای که بهتری موضوع رو درک بکنیم باید نگاه بکنیم به سیستم اطلاعاتی ایران که درون حرم امام رضا داخل ایران بمب‌گذاری کرد. حرم امام رضا هست، یه مکان مقدس برای شیعیان هست، ولی جمهوری اسلامی برای محکوم کردن عربستان و سازمان‌های مجاهدین خلق، اهل سنت، خاص انگشت اشارهشو به تمام اونها ببره که بتونه به اونها حمله بکنه، توی حرم امام رضا بمب گذاشت. سنوات الزرقاوي في قيادة القاعدة في العراق لم تطل كثيراً، حيث أعلنت القوات الأمريكية في يونيو 2006 عن نجاحها بقتله ليخلفه نائبه أبو أيوب المصري أو أبو حمزة المهاجر الذي أعلن انشقاق تنظيم القاعدة في العراق عن التنظيم الأم في أفغانستان ليتسع نشاطه ويشمل سوريا ويصبح ما يعرف بهذا الوقت بتنظيم داعش منذ العام 2014. So I think Iran has used ISIS to extend its influence, and it's a stain on Iran's national honor. يسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو الكاتب في صحيفة الشرق الأوسط أستاذ فهد الشقيران. أهلا ومرحبا بك معنا أستاذ فهد. مرحبا، أهلا وسهلا أستاذ فهد. يعني تقرير مفصل بالاسم وبالموقع وبمن خرج من عباءة تنظيم القاعدة و الكيان الذي أسسته إيران منذ البداية إلى تنظيمات أخرى لكن بنفس الشراسة مع تطور أدوات القتل. هدف إيران هو واضح منذ البداية، التوسع والتمدد والسيطرة وإثارة الفوضى في كثير من العواصم. ما الجديد؟ ما الذي سيحدث؟ ما الذي ننتظره بعد؟ يعني خاصة مع تغير سلوك هذه الجماعات من وقت إلى آخر. أعتقد أنه الوثائق الذي بث على الشبكة العربية وهو عن علاقة القاعدة بإيران مليء بالمعلومات الأساسية والضرورية التي أتيحت للمشاهد، ولكننا نرصد علاقة القاعدة بإيران منذ سنين طويلة، ولكن هذه العلاقة موجودة في بعض المذكرات وبعض الشهادات وفي بعض المعلومات الأمنية، ولكنها لم تطرح للمشاهد بهذه الطريقة السلسة التي رأيناها بمثل هذه التقارير. أعتقد أن علاقة القاعدة بإيران هي جزء من علاقة الإسلام السياسي بالثورة الإيرانية. لو رجعنا إلى الجذر النظري للثورة الإيرانية لوجدنا أنه مرتبط أساسا بجذر الإسلام السياسي. تكوين قادة الثورة الإيرانية هم من الذين تأثروا جدا بأدبيات الإخوان المسلمين، ونعلم أن علي خامنئي هو من كبار مترجمي كتب سيد قطب، وأيضا نعود قبل ذلك إلى لقاء سيد قطب بالنواب صفوي في مؤتمر القدس في مصر عام 53. والعلاقة بين الثورة الإيرانية وبين الإسلام السياسي بكافة أطيائه فيه وأشكاله هو قديم وجزء من بنية من البنية النظرية لإيران الثورية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبالتالي هي تدعم جميع الجماعات المسلحة والمتطرفة بكل ثقلها، وهي لا تؤمن بالمذهبية فيما يتعلق بالإسلام السياسي. لا يوجد طائفية في مجال الإسلام السياسي لدى إيران، ولذلك نرى أنها من أكبر الدول التي رعت ما يسمى بالتقارب بين المذاهب طوال السنين الماضية، وهي تريد من ذلك أن تذيب الخلاف بين الجماعات الإسلامية، جماعات الإسلام السياسي الشيعي وجماعات الإسلام السياسي السني. من هنا نفهم تركيبة الثورة الإيرانية وأنها تتعاطى مع جميع أشكال
الشبكات الإسلام السياسي بسنيها وشيعيها، نجد أن حزب الدعوة على سبيل المثال تكوينه هو تكوين إخواني وهو حزب شيعي. كذلك أيضا نجد أن لدى الإخوان المسلمين تقارب كثيف ومؤصل مع إيران. إيران تدعم حركة حماس، تدعم تنظيم القاعدة، تدعم حزب الله، تدعم جميع التيارات المتطرفة والجماعات المتطرفة لأن لديها أهدافها. لكن لا ننسى أيضا الثورية في بالضبط هي هذه يمكن أبرز نقطة أستاذ فهد، أنه قضية السيطرة، قضية السيادة، قضية أنه أنا ومن بعد الطوفان، يعني خلاص إيران هي مقررة أنها تتمسك بكل مفاصل العواصم التي تزرع فيها أذرع وميليشيات. يعني قد نقول أنه الإسلام السياسي فشل في كثير من المناطق، لكن إيران لم تفشل وما زالت سياستها مستمرة بطبيعة الحال، لأن بنية النظام الإيراني الحالي، بنية الجمهورية الإسلامية في إيران هي بنية إسلام سياسي، هو نظام إسلام سياسي، وبالتالي لا يمكن أن يكون إلا بهذا الشكل. ولذلك إيران هي ثورة وليست دولة، وبمعنى آخر هي تقوم بمثل هذا الدعم المكثف للجماعات الإسلامية من أجل إبقاء وقود الثورة قائما، من أجل أن تبقى هذه، من أجل أن لا يرمد الجمر، تبقى هذه النار مشتعلة في المنطقة، سواء في اليمن، في سوريا، في لبنان، تدخل في كل هذه المناطق، لأنها تقوم على نفس ثوري وليس على ضمن النظام العالمي أو ضمن القيم الدولية أو القيم السياسية التي تؤمن بها جميع دول المنطقة. إذا سمحتي لي أستاذة، إيران، علاقة القاعدة بإيران هي علاقة وطيدة منذ الثمانينات. أوائل اللقاءات التي سجلت هو لقاء المهاجر أبو منصور المهاجر أعتقد مع أسامة بن لادن في السودان، وقد كان هناك أيضا مجموعة من الحرس الثوري ومؤيديه، وأيضا كان هناك عماد مغنية الذي اجتمع بأسامة بن لادن واجتمع بمساعدي أسامة بن لادن، واتفق معه على أن يستفيد من خبرة وتجربة حزب الله في نصف السفارات وأعمال حزب الله في 82 وما بعدها، وأن يدرب كوادره إما لدى حزب الله أو في إيران في وقت مبكر. نحن لا نتكلم عن هذا العقد الماضي، ولا نتكلم عن تقارير الاستخبارات الأمريكية الموثقة، ولا نتكلم عن كلمة بومبيو في يناير 2021، ولا نتكلم عن التقارير الدقيقة، ولا نتكلم حتى عن رسائل أسامة بن لادن، الرسائل التي عرفت برسائل أبو تباد، الذي قال فيها صراحة إن إيران هي شريان أساسي لعملنا في الحرب، يعني في محاربة ما يسميه بالصليبيين. هذه رسائل كتبت بيد أسامة بن لادن. طيب خفت وهج تنظيم القاعدة الآن، يعني لم يعد بنفس القوة وبنفس الارتكاز، وظهر من بعده بارتباطات داعش وأصبح هو البارز في الصورة. هل نستطيع القول الآن بأنه إيران نجحت في السيطرة وبالتالي بنت كيان خاص بها، وفي أي وقت قد يصدر نسخة جديدة من ميليشيات أو تنظيمات لا نتوقع ما يحدث من خلالها؟ يعني طبعا يعني تنظيم القاعدة تفرع عنه تنظيمات كثيرة جدا، سواء في سوريا أو في المنطقة ككل أو في أفريقيا، لكن حينما ينفصل هذا التنظيم عن تنظيم القاعدة يصبح له اسما آخر. لكن تنظيم القاعدة إذا رجعنا للوثائق وإذا رجعنا لهواجس الناس قديما، سنجد أن تنظيم القاعدة بعد تفجيرات نيروبي ودار السلام قيل أن هذا عمل ارتجالي ولن يكون له تكراره، ثم تكرر في المدمرة كول في عام 2000، ثم تكرر في 11 سبتمبر عام 2001. إذن لا نستطيع أن نصف أي تنظيم في العالم بأنه انتهى ولا أنه أيضا ضعف، وإنما هذه التنظيمات تستطيع أن تشغل نفسها وتستطيع أن تنكمش وتستطيع أن تتمدد، ولديها استراتيجياتها، وهي تنظيمات ذات ذكاء، خاصة تنظيم القاعدة لديه استراتيجيته ولديه أخطبوطيته في إدارته، ولديه خلاياه ما زالت، ولديه خلاياه، ولديه طبعا نشاطه الكثيف. صحيح. أشكرك جزيلا وأعتذر هذا ما سمح به الوقت، كانت تفاصيل كثيرة ومثيرة أيضا. شكرا جزيلا، شكرا. كنت معنا في الأستوديو الكاتب في صحيفة الشرق الأوسط أستاذ فهد الشقيرا، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.
وإلى ليبيا، حيث جدد عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية جدد تعهده بعدم تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة، مشيرا في نفس الوقت إلى أن تعيين حكومة مؤقتة جديدة قد يؤدي إلى نشوب حرب وفوضى في البلاد. إن هذا المسار المتهور الذي يهدد بعودة الانقسام الذي سيؤدي حتما إلى الحرب مرة أخرى سيكون من خلال مسرحية جديدة لشرعية مزورة اسمها منح الثقة من برلمان لا يملك الاختصاص دستوريا ولا يتحصل على موافقة مجلس الدولة سياسيا وقام بالتدليس قانونيا. أدعو الجميع، نعم الجميع، حتى أعضاء مجلس النواب المتهمين اليوم بتأجيل الانتخابات، أقول لهم أمامكم فرصة قد تبدو الأخيرة للاستماع لصوت شعبكم ومناطقكم والتحرر من الهيمنة والسيطرة على مجلسكم. هذه الساعة ما زالت مستمرة وفيها أيضا بعد الفاصل. تظاهرات المعلمين تتواصل في 30 محافظة إيرانية احتجاجا على سوء أوضاعهم المعيشية. سنوات كانت حافلة بالأحداث غير المتوقعة، تعلمنا أنه لا يمكن التكهن بأي شيء، مستقبل مبهم وغامض وأسئلة جديدة كل يوم، أكثر الأخبار تعقيدا تصبح مفهومة عندما تحلل وتقرأ بالطريقة الصحيحة وبالاستعانة بالخبراء والمختصين. مهمتنا أن نحاول جعل المشهد أكثر فهماً. استوديو الحدث يومياً 9 صباحاً بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. أوقاتكم من جديد. إذن شهادات جديدة لعدد من قيادات جماعة الإخوان توجه ضربة قوية للجماعة المنقسمة بالفعل بين جبهة إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد العام والمقيم في لندن وجبهة محمود حسين الأمين العام السابق للجماعة باسطنبول. القيادي بالحركة أحمد عبد العزيز والذي كان عضوا بالفريق الرئاسي للرئيس المصري المعزول والراحل محمد مرسي قال إن جماعة الإخوان ماتت ودفنت بلا جنازة. دعا شباب الجماعة إلى شق طريق ثالث بعيداً عمن وصفهم بالفاسدين والخائنين، مشيراً إلى أن الانقسام الأخير قاده وبإصرار محمود حسين وساهم فيه افتقار إبراهيم منير لمقاومات القيادة. في ذات الوقت واصل القيادي الإخواني أشرف عبد الغفار انتقاداته لجبهتي منير وحسين مطالباً كلا الطرفين المتناحرين على قيادة الجماعة بالرحيل، كما اتهم عصام تليمة وهو القيادي الإخواني والمدير السابق لمكتب يوسف القرضاوي تلك القيادات بالفساد والخيانة بعد سعيها للسيطرة على مؤسسات المال والقنوات.
من القاهرة ينضم إلينا أستاذ ماهر فرغري الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة. أهلا ومرحبا بك معنا في هذه الساعة المفصلة أستاذ ماهر. وهل هي خلافات حقيقية وانقسامات أم وجه جديد لمناورة جديدة؟ في الحقيقة وبعد التحية هي خلافات وانقسامات حقيقية، هي يعني انقسامات ليست أيديولوجية بالمعنى الفكري، ولكنها انقسامات قد تكون على المال، قد تكون صراعا على القيادة، على النفوذ. ولذلك وجدنا وجوه وأجنحة داخل الإخوان وكيانات كل منها يلاحق الأخرى وكل منها ينتقد الكيان الآخر. ما تفضلتم به منذ قليل حول القيادة أحمد عبد العزيز أو شهادة القيادة أشرف عبد الغفار وغيرهم، هؤلاء من صنف من الإخوان المسلمين في الأساس يتبعون الجبهة الكمالية داخل الجماعة، يعني جبهة القيادي المقتول الذي كان يؤمن بما يسمى الفعل الثوري المبدع أو العمليات النوعية الإرهابية المسلحة، محمد كمال. إذن نحن في مواجهة أقسام وتنوعات داخل الجسد الإخواني، التنوع الذي يطمح إلى مناصب قيادية أو إلى دور وفق أقوالهم هم مثل عصام تليمة، والكيان الذي يطمح إلى إرجاع ما يسمى العمل المسلح، والكيان الآخر الذي يريد الحفاظ على التنظيم كما كان قبل عام 2011، ثم الكيان الأخير هو كيان الحرس القديم والمنقسم على ذاته بقيادة محمود حسين وبقيادة إبراهيم منير، وكل منهما يرى نفسه أحق بالقيادة، وكل منهما يمتلك أدوات للقوة داخل التنظيم. فمحمود حسين يمتلك السيطرة على بعض المكاتب الإدارية وعلى الداخل، وإبراهيم منير يمتلك علاقات الخارجية والتنظيم الدولي وأيضا بعض المنافس يعني الإعلامية. يمكن العمل على تفريغ الكتل المناوئة لبعضها البعض، هنا الحديث على تفريغ هذا المحتوى، التشكيك في من يقيمون في اسطنبول وبين لندن، بين سياسة هذا وذاك، القضية أيضا أنه استغلال الخلاف بين هذه الشخصيات قد يؤدي إلى استطاعة أو قدرة هذا التنظيم على إعادة ترتيب أوراقه بالحشد والتعبئة. هل ما زال يمتلك هذه القدرة؟ التنظيم الآن حدث له انفجار من الداخل، تفجير من الداخل، انفجار من جيل الوسط والجيل الشبابي، وانعزال قطاع كبير جدا من الجماعة بعيدا عن هذا الصراع الدائر، ومحاولات من الفريق الشبابي بقيادة المؤمنين بالعمل المسلح بالظهور مرة أخرى. فشهدنا مؤتمر تحت ما يسمى شباب التغيير في اسطنبول، وشهدنا أحاديث لأشرف عبد الغفار الذي وهو رجل من المؤمنين بهذه العمليات النوعية للقفز على السلطة بعيدا عن قيادة محمود حسين. طيب. لكن المستغرب منير، المستغرب أستاذ ماهر التنظيم، وأعذرني على المقاطعة، لكن يعني هناك أسئلة كثيرة تدور في ذهني، أنه كثير من الأزمات التي مرت داخليا على هذا التنظيم ولم تخرج وتصدر إلى العلن، لماذا هذا التوقيت تصدر كل هذه الخلافات بهذا العمق إلى العلن؟ هناك رؤية تتحدث على أن تصدير هذه الأزمات محاولة لإظهار ضعف الجماعة لتقديمها بعد ذلك أو قبولها داخل المجتمع المصري. هذا أنا أعتقد أنه رأي غير صحيح. أعتقد أن الجماعة تفسخت في الحقيقة من الداخل بالفعل، بفعل صراعات وانشقاقات وانقسامات متتالية وحقيقية داخل التنظيم لاختلاف حول الرؤى الاستراتيجية أو للسياسات أو للأموال أو للصراع على القيادة. هذا وارد وهذا موجود، وظهور هذا الصراع على العلن هو يشير إلى استخدام الإعلام ودور الإعلام في كعنصر قوة لدى كل فريق متصارع، كل منهم يمتلك أدوات إعلامية، وكل منهم يريد أن يحوز رضا المكاتب الإدارية داخل مصر بعد الانتخابات الأخيرة. لكن في الحقيقة الأزمة حتى في مجال الإصلاح، مجال الصلح ما بين الفرق هذه المتنازعة ومحاولات ما يطلقونهم عليه لم الشمل، هناك اتهامات متبادلة بعمليات اختراق استخباراتية كبيرة لدى الفريقين المتصارعين الكبار، وأيضا في ذات الوقت محاولات من الشباب للقفز على السلطة، وفي الأونة الأخيرة المحاولات التركية للصلح
حرص المصالحة مع مصر أو لطرد القيادات يعني الموجودين حتى في قطر بعد إبلاغهم أمس بترك مواقعهم في الدوحة. هذا كله يشير إلى أن التنظيم يمر بأزمة فارقة، يعني هي أزمة عاصفة حقيقية لم يمر بها هذا التاريخ هذا التنظيم من قبل. طوال الوقت هذا التنظيم يعني الأيديولوجية لديه ضعيفة والتنظيم قوي، الآن نحن نشهد كلا الأمرين، يعني الأيديولوجية ضعفت جدا وفي ذات الوقت التنظيم أيضا في حالة ضعف شديدة جدا وتهاوي شديد جدا وصراع على القيادة، وهذا يشير إلى مستقبل الجماعة المحفوف بالخطر. شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل وهذا الإيضاح من القاهرة أستاذ ماهر فرغلي الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة، شكرا لك. وإلى الداخل الإيراني، حيث انطلقت اليوم في الشوارع الإيرانية تظاهرات المعلمين احتجاجا على سوء أوضاعهم المعيشية. يتم تنظيم المظاهرات في 30 محافظة إيرانية، حيث يواصل المعلمون حركتهم الاحتجاجية على الرغم من جميع الإجراءات القمعية. يوجد في إيران أكثر من 1,000,000 معلم، مما يجعلهم أكبر فئة من موظفي الحكومة. وفي المغرب خرج أيضا آلاف المتظاهرين في المدن المغربية استجابة لدعوات التظاهر احتجاجا على غلاء أسعار الغذاء والمحروقات بعد أيام من استمرار الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي والمطالبات برحيل رئيس الوزراء عزيز أخنوش. ختام هذه الساعة تذكير بأبرز ما جاء فيه. بريطانيا تفرض عقوبات على 5 بنوك روسية، وبوتين يقول إنه لا يسعى لإعادة الإمبراطورية الروسية. المندوب الروسي بفيينا يقول إن إحياء الاتفاق النووي على وشك خط النهاية، والمنسق الأوروبي يقول إن النتيجة لا تزال غير مؤكدة. بعد الانقسام بين مجموعتي لندن واسطنبول، قيادات إخوانية تنعي الجماعة وتقول إنها ماتت ودفنت بلا جنازة. في خاص الحدث نكشف محطة مهمة في العلاقة بين إيران والقاعدة من استقبال قادة التنظيم وتفاصيل حول مخيم هيرات على الحدود الإيرانية. الحدث اليمني على رأس الساعة، دمتم بخير.